سميرة صلاح. أولاً كنت مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان، وبشتغل مع الجمعيات الأهلية الفلسطينية، والآن أنا نائبة رئيسة جمعية مركز تواصل اجتماعي أجيال. يعني أول شيء من حيث الاسم كتير جميل، وأنا يعني بشكر اللي فكروا بهذا الاسم اللي هو بالفعل لمة، يعني لمة ثقافية، لمة للناس، لمة للفنون، فهو لمة. أنا الحقيقة من حيث الترتيب لقيت يعني كتير فيه تطور، والشباب رائعين، الصبايا طبعا أهم شيء الصبايا، وإن شاء الله يا رب على طول، والله يعطيكم العافية دائما. هذا الشباب المبدع اللي هو مستقبل قضيتنا، الشباب المبدع اللي بيرفع رأس فلسطين إلى العالي. شبابنا لازم دائما يشوفوا هيك حتى يحسوا بفلسطينيتهم دائما معهم جنبهم. شيء ثقافي مهم، هذا بينفع المجتمع حتى ما يكون المجتمع مشتت بأمور تانية. يعني أنا من حيث المبدأ بحييهم للي فكر واللي نفذ واللي شارك. لمة أنه تستمر هاي اللمة دايماً للمستقبل ودايماً للأفضل.